هلا خسرتك يا بابا نويل. لا 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 تحلو مخه بتلاقي بنات. يا الله بدنا منه. مرحبا. هلا دائما بنشوف عم بيقول انه عم تعمل مثل الاجانب وهدينك هي عادات برا ونحن يا ريت هيك ويا ريت مو هيك. اليوم حننزل نسال العالم شو في عادات عند الغرب، عند الغرب ها الاجانب بحبوا تصير عنا بالمجتمع، وشو في عادات عنا احسن من عندهم. خلونا نشوف. بس كونه صار عنا مليون مشترك بالقناه لازم منكم لحالكم شو تعملوا؟ لايكات، لايكات كثير كثير كثير، تعليقات حلوه مثلكم. شو في عادات هيك عند الاجانب منتشره بتحبوا تصير عنا اياها؟ يعني انه استقلاليه البنت مثلا، انه يعني تكون عندها حريه اكثر، وانه مو مقيده. ايه انه مو مقيده كثير حريتها، انه على طول عنا انه البنت مو مثل الشاب، وانه الشاب ما بيعيبه شيء وهي القصص تمام. فهن عند الاجانب ما عندهم هي القصص بشكل عام، يعني بتقول المساواه بين البنت والشاب تمام. بس في كثير قصص انتم ما بتلتزموا فيها. مثل شو؟ يعني وقت يطلع شاب وبنت دائما ودي يدفع عنا ليه؟ لا 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 مو شرط. ولا مره صارت طلع نحن بنطلع انا او حدا من رفقاتي وبنت هيك دفعت عنا؟ نحن بنطلع. مو هي مساواه تدفع؟ بندفع. تعال نجرب. انه لا مو على طول، يعني هو اذا الشاب كان يعني الشاب لازم يشتغل مثلا باغلب الاحيان، او البنات هلا تشتغل كمان. ايه بس نسبه قليله. لا البنات هلا عم تشتغل اكثر من الشباب. بتشتغلي؟ لا. يا سلام على الذكاء. ولا هتطشتي قبل حطه تحتك عشان خاطر الذكاء اللي بينزل منك. شفتي كيف انا بشتغلتي ما بتشتغلي وانت ما بتشتغلي؟ لا. تدرسوا؟ ايه. شو بتدرسوا؟ سياحه. مثلا تنظيمهم، تنظيم يومهم، شغلهم، هيك شغلات يعني الجروبات الرفقه. ايه هون عندنا رفقه اكثر من لك. لا هون مدري شلون كون تبع عندي شغل ومالي فاضي وكذا، هو بكون ملتهي مع الطير او طالع سارد معه. بس برا يعني طيران مالك فيها انت خلاص. بعدين برا يعني الرفقه عندهم اقل من عندي هيك بعرف انا. لا مو اقل، هي هنيك عندهم معلم مثل بيستات اكثر من هون. هنيك خلاص اثنين اثنين ضلوا طول العمر، اما هون اثنين معلم كل سنه بتجددوا. ايه اجباري تحديث ابديت. قد ايه صار لك فيها؟ والله معلم هو انا بعرفه من الطفوله. بس صار لي شي سنه كرهانه، صرنا كم شهر عم نرجع. مرتبطين يعني ولا كيف؟ مو ارتباط. مو ارتباط بس انه عم نبسطها احسن من القطعه. ما عرفتك. يعني انت عامله احسن من القطعه. من شو؟ من القطعه. من القطعه؟ يعني يعني انا حاطط ايدك على الوجع. واحد رفيقه مؤيد فموجود. يعني في واحد مشترك بيناتنا. اعتبر راح احمد رفيقي فهو. ايوه مصلحه. والله تمام. يعني لك هلا لو وجهوا كلمه هيك لبعض. والله كلمه لبعض؟ انت وجه له. انا وجه له. والله انت كلب. احكي. فضفض فضفض. هي في بس ان شاء الله اخر مشوار حطلعوا مع بعض. هلا لا هذه كثير سبينا بعض ووصلنا حكي على بعض. لا لا الشبه كابر وانا كابر ولابسين نفس اللبس كنا، بس اليوم ما كنا بس اليوم ما زبط ما اتفقنا. دائما تلبسوا نفس اللبس؟ لا حسب الفأسة، انا حسب الحاجة. ايوه حسب الشبكة حسب المصلحة. شو دخل الحاجة والشبكة؟ لك هاي مصطلحات. شو الشبكة ترجم لنا ورجيها. هلا بتكون ماشي بباتوما بتشوف شلة بنات. يعني شو سما؟ سما شو يعني بنات؟ كيف تصيدهم؟ بالشبكة. يعني عليك انا بصيدهم بالسنارة. لا انا بالشبكة. هاي الافرادي لما يكونوا جروب شبكة. بالديناميت. شو؟ بالديناميت. لا حرام بيموتوا. اسحب السنارة يا ما اجت. هلا بالسنارة احلى. يعني هلا هيك عم يعلق شيء بالشبكة ولا؟ هلا شيلك من الشبكة. هلا في عشان الصورة الشخصية تبعتك على الفيس كلياتها بنات الواحد ضيع حبيبته بيجي لعندها. تجي تقول لي شبكة وما شبكة. الشبكة هون. والله مغطي علينا الصاحب. هلا عم يصير شيء بالشبكة ولا لا؟ معلم في بس كله سمك. بلاط هذا الصغير. مو بس صغير ومختية على الآخر. ختير كمان. على الآخر. فيك وفيك. ماشي يعطيكم العافية. شو في عادات عند الأجانب بتحبوا تكون عنا؟ حرية شخصية يعني. الإنسان بيكون حر بحياته، أما هون الأهل بيتدخلوا، أحيانا الأهل بيتدخلوا بشغلات معينة، أما هن بس يصيروا بسنة 18 ما حدا بيتدخل فيهم. أبدا. أبدا. وأنتِ؟ لا الحرية أنا بقصد فيها لما واحد بيمشي بالطريق ما الكل بيطلع فيه. هلا برا اذا مشيتي بالطريق ما حدا بيطلع فيك؟ لا بس هون بتحس في كثير تقيد، يعني العالم كل ما شافوا وحده عينه زاي هيك يعني. هلا هون نحن عندنا مقوله الله جميل ويحب الجمال هيك نحن طبعا. هلا برا اذا بنت حلوه مشيت كمان بيطلع فيها؟ لا
بعرف. لا مو احيانا، لانه هن بيكون مثل ما بيقولوا انه عنا شبعانه دائما. نحن عنا زايخه. لا بس انه نحن دائما بتحس انه الشاب بس يشوف بنت انه كانه اول مره بشوف بنت. مزبوط. ليش نحن دائما انتم بتجوا علينا نحن الشباب؟ لا وحتى يعني البنات يعني اذا شافوا شاب حلو كمان واو. هلا يعني اول ما شفتك انا مكسره مكسره. انه بيهتموا بحاله. كيف؟ من ناحيه النظافه اكثر شيء والرتابه. ما عندهم هي العادات مثلنا انه مثلا اكلنا شغله نزتها بالشارع هيك بشكل مبالغ او هالقصص هيك. هي اكثر شيء. نهتم بالبيئه يعني مثل ما تقول. بنصير بني ادمين. شو دخل البيئه ونصير بني ادمين؟ لانه ما دخل البيئه شيء، البيئه عادي. شلنا البيئه بنصير بني ادمين يعني. كيف؟ كعادات وتقاليد. اخي يا عيني عليك، انا عم بسال شو هي العادات. مثل شو يعني؟ انت بدك تقلي مثل شو؟ انا ذكرت واحدة مثل النظام اللي بيمشوا عليه يعني، انه قوانين الدولة تطبق وهيك، ملتزموا بالقوانين وكل شيء ماشي النظام، ما بكون ماشيين يعني بشكل عام، يعني عاداتهم بتكون بلا طعم احيانا يعني. متى؟ يعني شلون بدي لك يعني انه يعني مو كل شيء ضابط عندهم يعني، انت بتشوف عادات تماما. ايوه يعني احنا عاداتنا احسن عادات. يا عيني عليك، اخلاقنا احسن من اخلاقهم تماما، عاداتنا احسن من عاداتهم يعني. هن مو كل شيء يعني، طيعا عندهم نظام وحافظوا على البيئه وكل شيء، بس في عندهم شغلات سلبيه اكثر من الايجابيه. متى نحن عندنا في موجود الدين بس ما في التزام بالدين، هاي الفكره اللي بده يوصلها تماما. ايه لا يعني وين في كرم عندنا ولا عندهم؟ لا هون كرم درع حبيبي. درع الله درع. غنوا لنا شي غنيه درعويه. شو والله مو خلص شي غنيه درعويه. شو فرق جاسم من الصاله غنيه تمام. ميشو درعاوي صاحي تمام. ميشو درعاوي غني معهم من مفرق جاسم للصنمين. من مفرق جاسم للصنمين عجدي اللي قالوا سليني اليوم مفارق سودا العيونه. تعال قرب يلا دبك 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 وين للصنمين عجدي يعطيكم العافية. أنا بقول المدارس. مدارس كيف المدارس عندهم؟ كلها على اللابتوب وهيك. أتمتة كمان. وأتمتة أهم شيء، الأتمتة شلف تربح. وأنت؟ النظام والوقت، بيحترموا القوانين والنظام والوقت. شعوب عندهم هيك على الليبر. أي حلو إنه ما عندهم خمس دقايق بكون عندهم. أبداً. أنت بتنيمي رفقاتك وقت توعديها؟ أنا بطلع بعده. بعده. يعني هن طلعوا المشوار وانت لسه عم تظبطي حالك. انا نايمه. يعني معناتها المشكله عندك انت، لازم تبلشي تغيريها. هلا انا بتمنى اصير مثلهم بس ما قلت لك احصر مثلهم. ليش تتاخري؟ بتاخر عبين ما البس عبين ما اصحى على طول. قطعت الكهرباء كذا وسهرانه. عبين ما افكر بتطلع بالموضوع كثير بتاخر. فكري بتطلع؟ ايه. شو بتفكري بتطلع؟ بعدين بفكر انا، هلا بتخذ قرار اني طالعه بس بعدين بطلع. يعني انت بتقولي ايه حاطلع؟ ايه. بعدين تقولي ليش حاطلع؟ ليش هلا صارت على فكره. هلا وين طلعتي؟ هلا طلعنا على الاميريه. ايه. شو عملتي؟ شوف هلا لسه وصلت. تمشي انا جاي مشان اشوفك بصراحه، انا امبارح حاسس انت الخميس تكون هون، قلت يا الله لو اجيت امبارح بس هلا لقطتك يعني. فاجأتك مو؟ وانت شو فيك شي عادات غير الدراسه؟ يعني انه الواحد يكون حريته. ايه كل شيء. ايه. يعني شيء صح وشيء غلط. متى؟ شو الشيء الغلط؟ ها؟ وضح لي. شلون يعني؟ انت عم تقول لي شيء صح وشيء الغلط. كيف؟ يعني لازم ما يكون في شيء غلط، شيء صح صح خلص. حريته اللي برا. ايه. تمام؟ يعني كيف؟ يعني تطلع مثلا ما حدا يعرشك. الحرية الاجتماعية. ايه. ايه. ايوه تكون بأمان، تعرف انه في أمان خلص طالع أنت ما كان. ايه. هون انت وقت تطلع بيقرشو؟ في عالم وهيك، في عالم هيك. قرشوك شي مرة؟ ايه كتير يعني. كتير؟ هلا الاجانب عندهم العائلات الراقية كتير، يعني كتير اللي زنقين يعني معهم مصاري كتير، تلاقيهم بيحترموا المرأة. تمام. يعني وقت بدهم يعدوا على السفرة بدهم ياكلوا بيقدموا المرأة قبل الرجل، عرفت علي شلون؟ بسموه جنتلمان. ايه. أيوة. عنا بسموه خروف. أيوة. لحظة عنا عندهم مثلا بفرنسا، أعطيك مثال إنه الرئيس الفرنسي أول ما يستقبل نساء الرؤساء تلاقيهم ببوس لهم إيدهم وبيحترمهم يعني إنه. هي مو لأنه نسوانجي؟ لا مو لأنه نسوانجي. هلا أنا بيقولوا عنه نسوانجي بياخذهم مباوسة بس للبنات. لا احترام، هذا احترام. هن هيك
اعتقادهم الاحترام. نحن عنا اذا مثلا رجل قرب ليبوس ايده للمراه اي عيب وما بعرف شو حرام. طب هي عيب ولا مو عيب؟ عيب هي عيب، في شغلات مو حرام. يعني انت بس لنوضح الفكره، انت بدك مو شرط انه ياخذها مباوسه، بس شيء تعبير عن الاحترام غير. ايوه ايوه تناسب معنا. ايوه ايوه، بس في ناس بتفهمها غلط. تمام، عرفت علي شلون؟ بالنسبه للاجانب عندهم اياها مو غلط ابدا. مثلا انه البنت مثلا تكون لحالها يعني تهتم لحالها بتاسس حالها مثلا. لا لا لك شغله، يعني نحن كل ما عم نسال بنت عم بتجاوبني مواضيع لها علاقه بالبنات مو بالمجتمع. ليش انانيين؟ يعني شيء بخصها لها، يعني انه ممكن الشباب عم بيقولوا لها هيك شغلات بشكل عام. هي بتقصد الاستقلاليه. هلا ايه انا قصدي طلعتها هي حره شو بتلبس، حره شو بتحط على وشها، يعني استقلاليتها تعيش. انت ما هالشيء يكون عنها. طبعا طبعا، هو لانه هو هذا اسمه فكر او خلينا نقول فلسفه حديثه، هذا الموجود بالوقت الحالي، هذا اللي نحن نفتقر له كثير بصراحه. مزبوط. شو في شغلات هيك ثانيه؟ هلا هون مثلا انت مين بيتدخل فيكي؟ لا انا الحمد لله يعني اهلي مو كثير انهم بتدخلين فيني، يعني هي شغله حلوه انه الوحده تكون عندها فعلا انه هيك شغله مثلا. على مش شرط أحيانا المجتمع بيحصل بالشارع، يعني حتى لو كنت شاب إذا لبست شيء على كيفك، مثلا أنا شاب مثلا بحب ألبس بنتاكور بالصيف. مظبوط على الشغل. مو طبيعي يعني الانتقادات، لو أنه انتقاد بالعين ممكن تفهمها تلقطها، فبتعيشها حتى لو كنت شاب، مو شرط أنك أنت ذكر معناتها خلص مستثنى، لا حتعيشها يعني انتقادات. هون بيحبوا هيك ينتقدوا كثير. تمام، ما بيتركوك أنك تعيش على راحتك. أنا يا أخي أنا حر شو بلبس، شو باكل، وين بروح وين بجي، وهي حرة كيف تلبس كيف تطلع شو بدها، حتى لو كان فيها أوفر هالشي ولا لا. هلا الأوفر فيك تدير وشك، هذا أنت ما بتقبله، يعني مدامك أنت أخذ حريتك فأنت غير قابل أن تقبل الأوفر. تمام، لما تكون أخذ حريتك بشكل ثقافي، ما بتكون أخذ حريتك على جهل. في فرق بين أنه أنت تعرف حدودك وتوقف عندها. طبعا لأنه كل شيء له حدود، حتى لو كان حرية أنه له حدود. اليوم ما في بوس. اليوم ما في بوس. الشاب من شهر معنا مقطع البوسة. تمام. كان مروق. رواق. هلا. بعدني رواق. سؤال فني. تفضل. شو في عادات موجودة عند الأجانب بتحب تصير عنا؟ بحب تصير عنا. غير اللي على المقلب اللي عملناه فيك إنه تجي وحدة وتروح. الكاميرا الخفية. هاي عملناها فيك غيرها. غيرها. والله في كتير أشياء بحب تصير بس. طب شو الكاميرا الخفية اللي بتحب تصير فيه؟ يعني يكون مكون مقلب مثل المرة الماضية. ايه. اي هيك. بس احنا خلينا شاب لابس باروكة يبوسه على اساس منه. تمام. انت بدك بنت حقيقية تبوسه. فهمان عليه. ما عندي مشكلة. مو. يا ازعل. شوفي. تذكر. رح اتذكر. صفون هيك طلع بالكاميرا وصفون. اعطيهم نظرة صفون. هي نظرة صفون. هاي نظرة صفر. هاي نظرة تفكير. أعطيني واحدة صفر. على الكاميرا على الكاميرا هيك. هاي نظرة صفر. أعطيني نظرة إعجاب. نظرة تطبيق. هلا على الكاميرا بس. نظرة تطبيق. هيك مرأة بنت حلوة أنت عم تطبق. وين المرأة؟ ما في بنت حلوة. اعتبر الكاميرا بنت حلوة. اعتبر المرأة بنت الكاميرا. الكاميرا بنت حلوة عم تطبق. أعطينا نظرة تطبيق. هاي نظرة خجل. ايه ما في. هاي خجل. ايه ما في يعني ما ولا مرة جربت انه انا. هيك ايه غمزة كذا. ايوه. المهم نرجع لحديثنا. تفضل. شو فيك عادة؟ اعطيني نظرة تفكير. فكرت؟ فكرنا. شو؟ يكون في انترنت بالشوارع. ايه. هلا اذا شفت انترنت بالشوارع شو بتعمل؟ على القليل بكون نفتح. لازم تقول يا الله بدي منه. بدنا منه. لا هيك مثل ما انا عامل لك يا الله بدنا منه. بدك وايرلس في الشوارع. بناوس. عادات تقاليد هي البناوس. هلا افتح له مخه بتلاقي بناوس. ما عنا يوم لانه قطعنا. ما عنا بناوس؟ شو لك كان عنا؟ ما عنا شيء. انه ما حدا يتدخل بالثاني وكل واحد بحاله. طريقة نظامهم كلها كاملة، السير وكل شيء. تمام. كيف ما حدا يتدخل بالثاني؟ يعني مثلا
مثل القرايب او اي رفيق مثلا يتدخل كانه حبيب. خصوصيه تماما هون ما في خصوصيه ابدا ابدا ابدا. يعني واذا هيك شيء 20 مليون دخلوا خصوصياتك عادي يعني هون هيك محليه القصه تماما محليه كثير عادي انا بس عايشين حياتك عنك. ايه تمام شو بدك احلى من هيك فكروا عنك شراكه يعني عرفت كيف؟ بالعكس هي شغله لازم منيحه كثير لازم الاجانب بتصير عندهم مو نحن تماما. مشان نشوف وصلت الاقارب تبعنا قديش كثير خطيره يعني انت هلا مشكلتك مع قرايبينا؟ لا مشكلتي مع العالم كعالم مين؟ كل عالم مثلا غير قرايبينك رفقاتك طبعا الشغل النظام كل شيء. في اختها ولا؟ لا اختها اختها؟ دخل فيكي اختها؟ كثير لا انا بتدخل فيها انت عم تلمحي لها انه الحكي لك يا كنا اسمعي ايوه هي شو بتتدخل فيكي؟ لا تطلعي لا تفوتي انت بكالوريا لازم تعدي تدرسي ما حا خايفه على بكالوريا يعني مره بالشهر نطلع هي انه نطلع مع شباب عادي يعني رفقات الخاله قدام لا لا معلم يصير في شيء عقل متفتح يعني شو رايك خاله؟ والله الخال ضار والله انا معه فري فري يعني عقل متفتح يصير ايه ما يصير هي طبعا انه تكوني ماشيه مع شاب يعني بتصير حبيبه انه بجوز صديقه اصدقاء من دون غلط انت ما عندك مشكله اصدقاء من دون غلط اصدقاء من دون غلط اي عندك اولاد ولا لسه ماني متجوز عزابي ليش عزابي مالي حابب فكره الزواج ابدا رن لنا جرس معنا اليوم بابا نويل بابا نويل كيفه تمام الحمد لله انت بابا نويل بس بسوريا ولا بكذا دوله لا بس بسوريا بس بسوريا برايك يا بابا نويل شو في عادات عند الاجانب منتشره منيحه لازم تصير عندنا انا ما عشت برا انا اللي شفته لا هون حسب ما بتسمع عاداتنا اللي هون احسن بكثير من عادات برا كلها بدون استثناء بدون استثناء يعني وين في مثلا صدق اكثر هون ولا برا لا هون امانه امانه هون اكثر طبعا العالم ملتزمه اكثر بالنظام وين هلا خسرتك يا بابا نويل لا 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 هون وهني هلا هونيك مثلا هون بيروح الواحد دغري بيوقف بدوره وكذا هذا اللي انت بتشوفه ايه روح شوف في عالم تانية بتلاقي فيه كمان تجاوزة كمان هنيك بس نحن اللي منشوفون مثل اللي هن بيشوفونه هن شو بيشوفونه؟ بيشوفونه انه نحن في عنا اغلاط في عنا تجاوزة اما هنيك لا ما في تجاوزات من المرأة هنيك تجاوزات بذاتها هنيك في تجاوزات ولا ما في تجاوزات؟ في تجاوزات في تجاوزات هون وهون في تجاوزات ايه وين اكثر هون ولا هنيك؟ وهيك كانت حلقتنا مثل ما شفنا اغلب العالم حكوا عن موضوع الحريه الشخصيه انه ما بدهم حدا يجي يتدخل بحياتهم انتم احكوا لنا بالتعليقات شو عندكم شغلات قصص كذا تلاقوها عند الغرب لازم تصير عنا واعملوا لنا لايك باي